انظروا، العين مادة من الأول وركزة صغيرة من الأعلى. العين موهمة، انظروا هنا أيضا، يعني لا تتساوى، لا يتساوى أعلاها مع أسفلها. انظروا إلى الدال هنا، إلى الدال، قد خسر الذين. كل الألفات هذه كلها ألفات، الألف تكون لها مادة من الأسفل باتجاه اليمين، أيضا بطاح لليمين، ميل لليمين، زائد من الأسفل فيها وصلة صغيرة. انظروا إلى هذه الألف، هذه الألف، وهذه الألف، وهذه الألف، كلها هذه من العلامات أيضا القوية على قدم المخطوط، وأنه ألفي أو يزيد. انظروا، والنخلة والزرعة، انظروا الراء كيف كتبت. زاء الزيتون والزيتون، راء المسرفين. نأتي إلى نموذج آخر، فلما نبدأ نرى مثل هذه العلامات، هذه ممكن تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المخطوط ليس فيه علامات الضبط، وليس فيه علامات، لا، هذا فيه، هذا يكون قطعا بعد انتقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الكوفة. أصبح عندنا هناك الضبط، هناك الضبط، سنأتي إليه. هذه المرحلة الثانية من كتابة المخطوط الذي يزيد على 1000 سنة، المخطوط القديم المبكر، بدأوا يضعوا فواصل بين السور مثل هذه بسيطة بالألوان العادية المائية، هذه مثلا بداية سورة، سنأتي إليها هذه المرحلة. انظروا إلى الطاء، يستطيعون وما يستطيعون، السطر الثاني من هنا. الطاء كأنه كاف، الطاء هكذا يكتب، يعني العصا التي تركب على الطاء عادة تكتب يعني مستقيمة بالخط الحجازي والكوفي، الطاء عصاها مائلة هكذا منبطحة كذلك. العين تأخذ هذه الحركة، السمع لمعزولون، ينبغي، انظروا الغين والعين، يعني تكون مفتوحة مثل السبعة، العين الوسطية هذا. انظروا إلى جناحك واخفض جناحك، جناحك
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. جناحك، انظروا إلى الحاء كم هي صعبة، الحاء الوسطية صعبة، تحتاج لأن تحفظ الحركة حتى تميز. هذه كلها مصاحف من القرن الأول الهجري المبكر، يعني في زمن كبار الصحابة، وقد تكون بعضها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ابن مسعود كما ثبت بالأسانيد الصحيحة استفتي وسئل عن تذهيب المصاحف، وابن مسعود أجاب بالجواز في تحلية القرآن الكريم. ابن مسعود، عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة رضي الله عنه، توفي سنة 32 هجرية، 32 هجرية، يعني ممكن استفتي سنة 25، يعني ممكن استفتي سنة 23 وعلي وعمر بن الخطاب حي، لأن عمر استشهد، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب استشهد 23 هجرية. يمكن أن يكون يعني هذا السؤال لابن مسعود في سنة 23، في سنة 25، في سنة 27، في سنة 30 وعثمان حي، عن تذهيب المصاحف. انظروا، تذهيب، ليس الزخرفة العادية فقط، وليست وضع بعض العلامات من الفواصل و يعني إبرازها بطرق جمالية وكذا. انظروا، هذه القطعة قديمة جدا للغاية، خالية من أي إضافات، وهذا يؤكد يعني أنها مبكرة، استثناء نجد على منفل هذه. انظروا، إن الله كان على كل شيء شهيدا. انظروا إلى علا، هكذا يكتبونها السطر الأول، إن الله كان، انظروا الكاف كيف مبتور، الكاف يكتب هكذا، كلي كان كلي، انظروا إلى الكاف كيف كتب، على تكتب بهذه الطريقة، شيء، انظروا إلى الياء كيف يمد من تحت الكلمة، وتجدون الألفات أيضا بهذا الشكل. ومن يكن الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ومن يكن الشيطان له قرينا. انظروا الكاف كيف مفتورة، النون كأنها راء، الشيطان النون كأنها راء. هذه القطعة يعني يرونها المستشرقون أنها بعد النبي عليه الصلاة والسلام ب15 سنة، كتبت يعني 26 هجرية، يعني بعد وفاة
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ب3 سنوات، هكذا يرون يعني، وأظنها أبكر.